تعالوا نشوف الحاج اوباما. وانا بتفرج على فيديو امبارح من ضمن الفيديوهات اللي شفتها بخصوص موضوع حلقه النهارده، يعني لقيت الحاج اوباما بيتكلم في الاعلانات الاولى اللي دايما بتيجي على اليوتيوب، وزي ما انتم شايفين هو بيقول ما معنى الاعلان، كان بيقول اتبرعوا ولو بخمسة دولار لان دي هتبقى هتعمل ديفرنس، هيبقى في ديفرنس في اختلاف في الالكشنز اللي جاي في الانتخابات القادمه، ولازم الحاج بايدن ينجح في نوفمبر القادم، فمش كتير الخمسة دولار. الحاج اوباما بيطالب الشعب الامريكي، فقلت بقى نضحك يعني في الاول كده قبل الصرخه. هذا اللي كان رئيس واللي ما زال بيحكم مصرنا الحبيبة، سوري بيحكم أمريكا، عقلي في مصر واللي في مصر، اللي بيحكم حاليا الصورة الخارجية هي بايدن وكاميلا، ولكن هذا هو الحاكم الفعلي لأمريكا، هو ده اللي ممشي البلد صدقوني. وعشان كده البلد من يوم ما شافت وشه الجميل ده وأمريكا باظت باظت باظت. اللي نجحت بايدن هو البني آدم ده اللي زور وعمل السيستم علشان بايدن ينجح، كان هو البني آدم ده. ودلوقتي بيطالب بخمسة دولار بس يا أمريكان، يعني تبرعوا بخمسة دولار عشان يجمع المبلغ عشان الحاج بايدن ينجح. صدقوني بنصلي ان ربنا يزيح هذا مش عايز اقول حاجه تانية، يزيح هذا من على كرسي امريكا. امريكا اللي كانت المفروض كانت اعظم دوله زي ما بيقال، اعظم اقتصاد، اعظم رعايه، كانت فاتحه احضانها لكل الناس، دلوقتي فاتحه احضانها للمهاجرين اللي ممكن من داخلهم يكونوا ارهابيين كتير جدا 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 بدون رقابة بدون ضبط وربط، وهذا هو الفاعل الحقيقي اللي وصل بايدن للانتخابات ووصله الكرسي أمريكا، هو البني آدم ده. للأسف بيقال عليه بني آدم. دلوقتي أمريكا مش هتصدقوا لو قلت لكم أمريكا في الحضيض، في الحضيض بمعنى الحضيض، بسبب الصورة الفعلية المسمى بايدن والصورة الحقيقية الحاج أوباما ومن خلفه. فتخيلوا بقى لما يكون رئيس سابق هو اللي يطلع في إعلان يشحت خمسة دولار من كل أمريكي عشان يجمعوا مبالغ عشان الحاج بايدن ينجح. ربنا يريحنا منكم، ربنا يريحنا منكم ويرجعها كما كانت.